تحدثت مختلف الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس عن تصريح الفريق السعيد شنقريحة حول واجب المواطنين لتحقيق التغيير. واجب الوطنيين هو المساهمة في إنجاح الاستفتاء، هو ما افتتحت به يومية المجاهد على صدر صفحتها الأولى، مشيرة إلى تصريح رئيس الجيش الوطني الشعبي الذي أكد أن إنجاح الموعد المنتظر يتوقف على مساهمة الوطنيين بما فيهم أفراد الجيش الوطني الشعبي. من جهتها عنونت يومية المساء واجب الوطنيين المخلصين إنجاح الاستفتاء لتحقيق التغيير، أين أكد الفريق سعيد شنقريحة على دور الشعب في المساهمة الفعالة في إنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور. أما يومية الشعب فتحدثت عن الموضوع تحت عنوان المساهمة في إنجاح الاستفتاء واجب الوطنيين المخلصين، مشيرة إلى تصريح الفريق بأن الكلمة أصبحت للشعب الجزائري الذي يعرف كيف يبني دولة القانون لرسم معالم مستقبل الوطن بكل حرية وديمقراطية. جريدة الإكسبرسيون الناطقة باللغة الفرنسية جاءت بتصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر الذي تحدث عن تغيير عميق وجذري يحمله مشروع الدستور الجديد، كما تحدث الوزير عن أهم التعديلات التي جاء بها المشروع والمتصلة بقطاع الإعلام. جاءت يومية صوت الأحرار بتصريحات مختلف التشكيلات السياسية والجمعيات في اليوم 15 من الحملة الاستفتائية، أين عبرت عن دعمها لمشروع التعديل الدستوري مع الإشارة إلى احتواء مواده على الكثير من المحطات الإيجابية التي تعزز الديمقراطية وتحمي الحريات وحقوق الإنسان. يومية المحور تحدثت عن استحداث لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور موقعاً إلكترونياً من أجل تلقي الاستفسارات وطرح أي تساؤلات حول المشروع.